يقود هجوم الدفاق السريع، وكرة جميلة جدا، والهدف الأول لصالح الاتفاق. الاتفاق أرضية جميلة جدا، والثاني هل انتهت المباراة؟ الدوسري. الاتفاق يلعب كرة عرضية جميلة مرة أخرى أمام المرمى. الله الله الله، باشا يسيطر، ربما ينهي الأمور. السلام عليكم، معكم كابتن نادي الاتفاق سابقا عبد العزيز الدوسري. من المواقف المؤثرة حقيقة ودي انكم تشاركوني فيها في نهائي كاس فيصل عام 2002 امام الاهلي، حضر الرئيس الذهبي عبد العزيز الدوسري والكابتن خليل الزياني والمشرف العام على كرة القدم هلال الطويرقي. فقبل الاجتماع جلست معهم، كان في حديث ودي. انا قبل هذا الاجتماع في الليل، في الليله اللي تسبق المباراه، حلمت حلم يعني خير. فكنت اقول لهم اني حلمان حلم خير، سبحان الله. فكان الرئيس الذهبي قال لي ان شاء الله انك حترفع بهذا الحلم، ان شاء الله انك راح ترفع الكاس. هذا كان عصر المباراة، والحمد لله تحقق الحلم وخدنا الكاس، والحمد لله قدرت اني اسجل هدف واصنع هدف ونفوز بالمباراة ونفوز بالبطولة. يستاهل الاتفاق، مبروك، ارفع الكاس، تعال يا عبد العزيز الدوسري. شكرا.